عسلامة مسيو. مرحبا بك. وبيك أكثر، قدم لنا روحك. بوشاش الخليفي، متقاعد، عون فني في الفلاحة. مرحبا بك مسيو. مسيو، أنت واحد من الأشخاص اللي كري للأفارقة جنوب الصحراء. كريت لهم. مش تحكي لي على موقف صار معك مع المهاجرين الغير نظاميين من الأفارقة جنوب الصحراء. كريت لهم، ويا ريتني ما عملت العملة هذه. كريت لهم، فهمتني، خلوا لي ورقة متاع الضوء، خاطر أنا ما عندي صغار يقراوا، بناتي يقراوا في مكريم بالطبيعة، فهمتني. كريت لهم الدار متاعي في رواد، يخلي لي ورقة متاع الضوء بالزملين و800، يطيبوا على ريزيستونس، يدفوا على ريزيستونس، فهمتني. ريزيستونس تاع الضوء نعرفوها، عرفوا المنقلة تاع الضوء شنو اللي تعمل. في الآخر بالكل يخليوا لي ورقة متاع الضوء ويهزوا لي كريم تاع شهر، فهمتني. والدار يتفاول تبقى قاعد نقاسي فيها ورقة الضوء، والله تو أنا خلصت، فهمتني. أنا ما نكذبش عليك، راهو شوف، أنا مانيش راهو، أنا مش عارف أنا كيفاش دخلوا الساعة الكمية هذه الكل، كيفاش وصلوا لتونس العدد هذاك، كيفاش وصل يعني مليون تدخلوا من طرابلس. هما تو طرابلس مش الوضع يعني الجغرافي نتاع طرابلس، هو الوضع الجغرافي نتاع تونس. تونس ضريفة رهيبة، ما نتحملوش رانا. لحظة بركة مسيو، تنجيوها النقطة هذه، جوست نكملوا نحكيو وقتاش كريت لهم الدار، وقداش من شخص كريت له الدار، وهل بقيت تراقب فيها الدار ولا؟ والله شوف، أنا كريت العائلة نيكولا كريت لها، فهمتني. ومن بعد ما راعني إلا جايبة معها تقريبا ثلاثة نساء آخرين، فيهم واحدة أونسانت وولدت في الدار الغادي، فهمتني. وكارثة كبيرة. علاش كيفاش كارثة كبيرة؟ كارثة كبيرة، ما نكذبش عليك، في الكونسوماسيون نتاعها نتاع الضوء، فهمتني. في الدار كيفاش خلاو لي الحالة نتاعها، تيخلاوها لي لا أراك الله مكروه، تيخلاوا لي الدار ما فيها ما يتشاف، تيهزوا حتى يشعلوا الحطب زادة في الدار الداخل، فهمتني. هل صحيح انه اللي قاعدين يكريوا للأفارقة جنوب الصحراء، معناها مثل انت تكري زوز اشخاص من بعديك تلقى في الدار برشا عبيد ساكنين، هذه صحيحه المعلومه ولا لا؟ انا كريت الزوز نلقى فيها تقريبا 14، كريت الزوز نلقى 14، ويبات في الليل صخب وصياح وحاله، لما عملوا لي الجيران تليفون يا ودي قالوا لي شوف دارك بربي هذيك. بعيد على الدار؟ انا نسكن في مكرين، قلت لك، ما خاطر عندي بناتي يقراوا في مكرين، يعني عندي بنيه تعدي الباقي ان شاء الله بحول ربي وجهها خير العام هذايا، فهمتني. ما نجمش نخلي معناها بناتي يعني باش نقلهم من رواد، فهمتني. كلموني الجيران قالوا لي تفرج يا ولدي دارك شنو اللي صاير فيها، دي نطول نلقى باللي بال 14 بال 18 واحد يعملوا لي سهريات الغادي، فهمتي. في حاله منظر لا اراك الله مكروه. سهريات من نوع شنو؟ من نوعيات انحطاط اخلاقي، شنو باش يقولوا، واضحه الحكايه، فهمتني. ما تجيش الحكايه هكا، فهمتي. وكلهم يعني متزوجين، مش عارف حتى كيفاش متزوجين، على طريقه القطط، على طريقه الكلاب، مش عارف عليهم، حشاكم وحشا بنتي سامحني، فهمتني. ما الحكايه ما تقبلش. انا ندمت عليها العمله هذيك، ندمت عليها، يا ريتني ما عملت العمله هذيك، ويا ريت ما كريت داري للافارقه، يا ريتني ما كريت لهم الدار، مع كامل احترامي راهو مدير الرخيان، فهمتني. لا فرق. ديما تكري فيها للافارقه ولا ذيك اول مره؟ اول مره واخر مره، وشعفه يا داود لما زلت نعاود، ومسكره توا الدار وما نكريهاش، وما عادش نكريها، فهمتني. حتى نسلك ساعه من الزملين 800 نتاع الضوء اللي خلاوهم لي، فهمتني. وتراكمت عليها ديون اخرى، وخليها كيكا توا عامل شلون مو مع الساقه، فهمتني، باش نحاول قاعد نخلص. قداش بقاو فيها الدار؟ بقاو فيها تقريبا يجي عامين. بقاو فيها شي عامين، فهمتني. انا قلت لك الدار يعني توصل معناها، انا كاري المراه فهمتني، وراجلها نيكولا وراجلها معاها، من بعد الدار تولي فيها 18 واحد. يكلموني قلت لك الجيران من القلق، راهو يا ودي شوف دارك، قالوا راهو تقلقنا حتى احنا بالحس، راهو فهمتني. هذا اللي صار لي، هذاك اللي صار. وكانوا يخلصوا الكريم معناها في وقته؟ لا لا لا، عندي المدام تمشي بتبيعتها، خاطر نخدم ديتاشي فهمتني لبرا، عندي المدام تمشي بتبيعتها بدي تكبسها موم، ويخلص بعد ب 15 يوم، ويخلص بعد ب 10 ايام فهمتي، ويخلص بالترونش فهمتي، وقت ملك الداوي الحسن كارثه، ويخلف علينا ربي وكاو. معني انت ماشي بالك اللي الكريب شي تقسم معناها على شخصين، تلقاه مقسوم على 14 شخص. انا اعطيني واحد، انا فيزافي واحد انا لازم نحاسبه، فهمتي. لكل واحد يقول لك عندي انا، يقول لك ليش كنت كاريها؟ كنت كاريها ب 450، داري على البحر مش فهمتني، داري على البحر يعني، كنت كاريال ب 450. دار كونفور جوها باهي. خرق العاده باهي، شي كلام هذا سولد با فهمتي، فايونس فو بلافون فهمتي، امورها واضحه فهمتي. وكارثه عملوا هذي، بس هذاك اللي صار، ويخلف علي ربي وكاو، باش ما عادش نعاودها العمله هذيا فهمتني. انت وكان ترى رواد الكل، نقول لك انا ما نعرفش على تو، انا عندي وده ما مشيتش، في رواد محتله. بس انت كنت تعرف اللي القانون معناها يمنع انك تكري للافارقه اللي ما عندهمش اقامه؟ انا شوف، انا كي جيت نكري معلمت راه الشرطه. لا علمتهم، لا مشيت علمتهم، لا لا لا. هما معناها الهجره نتاعهم الى تونس نظاميه او غير نظاميه؟ لا الهجره نتاعهم غير نظاميه، خاطر لو كانت نظاميه ما يوصلوا للمليون، ما يتجاوزوش المليون، راهو ما تجيش الحكايه فهمتني. علي انت كريت لهم؟ اي لا لا، مانيش عارف عليهم، انا اللي نعرف واحد جاب لي الباسبور نتاعه واموره واضحه، هزيت لمركز الشرطه قال لي في بالنا به.
او نعلم بيقه اللي سيد هن فهمتني. من بعد ما صار حتى سيد فهمتني داير الاخرين من كل ما نعرفهم سعد نعرف كان نيكولا ورجلها فهمتني، هي امراه يعني نيكولا راهي فهمتني وصيفه فهمتني ورجلها معاها فهمتني معاها. معناها ديما اللي باش يكري دار من الافارقه جنوب الصحراء يكري هو نظامي معناها مقيم في تونس، اما يجيب معها عباد ماهمش مقيمين. نورمالمون لازم تقول قاعد ضحيه تحايل من النوعيه هذيك، انا خاطر جاني الراجل بدل الباسبور نتاعو، هزيت انت علمت عليه الشرطه. علمت مركز الشرطه بعدايا بعتي ما مش مسيبه هي المنطقه، يا ولدي راهو هذا جا باش يكري عندي. قال لي في بالنا بيه. في بالنا بيه هكا اللي صار. هكا اللي صار هكا. فهمتني؟ ما صار حتى شيء اخر هكا ما عندي منقول اخر فهمتني، ويخلف علينا ربي وكاو نخلف على الله ونساند السيد رئيس الجمهوريه في القرار اللي خذاه، ما هوش باش ياخذ قرار اعتباطي، ما هوش يعني من النوعيه اللي باش ياخذ قرار يعني ارتجال ولا حاجه، لا 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 قرار مدروس، لا قرار مدروس فهمتني. الامور يعني ما عادش تطاق فهمتني، لان ولاو يتعاطوا يتعاملوا كل الحاجات يعملوها فهمتني، من السرقه لا اله الا الله فهمتني، للبركاجات للاغتصابات للحاله حليله، كارثه ولات، لا ولات كارثه فيها براو نبداو واضحين فهمتني، كارثه ولات فهمتني بالواقع، خاطر احنا البلاد يحكمها القانون راهو فهمتني، للي يحتجوا راهينا فهمتني ويطالبوا يعني بفديه للي فهمتني، ما تجيش تحكي هكا، تونس ما نتحملوش احنا راهو ما نتحملوش، عنديش نخدم انا امن بلادي حتى باش نكمل نخدم مليون امن مليون واحد اخر. التونسي اليوم متهم بالعنصرية، شنو تحب تجاوب الأشخاص اللي أو المنظمات اللي اتهمت تونس بالعنصرية؟ احنا أبعد ما يكون على العنصرية، أبعد ما يكون، لأن تونس ما عندناش احنا فهمتني 20 ديانة، عندنا ديانة واحدة، احنا أبعد ما نكونوا على العنصرية وإحنا أحن الناس راهو فهمتني بالواقع. بخلاف أنه معناها عندنا برشا توانسة معناها ذوي البشرة السوداء وعمرنا ما كنا عنصريين في بعضنا. ليه 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 ما القصر ما يقلقنيش انا اخي باهيسي توا هذا كلام توا ما نعرفش انا البلاد، انا اكبر منك، انا ابوك راني 65 عام ما نعرفش انا توا يعني جنوب ما نعرفش قبلي ما نعرفش جابز ما نعرفش جربه ما نعرفش متيتو، معقوله هذه توا؟ في دول اخرى مثلا في موجودين في ليبيا في المغرب في برشا دول اخرى في قاره افريقيا موجودين احنا عندنا بدي ما لا فرق بين كما يقولوا يعني ابيض ولا اصفر لا ما عندناش فرق احنا راهو بيناتنا احنا الكل يا اخوه بايش كلام هذا معقوله تو تسمى عندنا قبيله اسمها الاحمرنا فهمتني ويشرفني يا اخوتي هذوك اخوتي يشرفوني بايش يا اخي ما نعرفش انا تو ما نعرفش قبل لي شنو اللي عندنا ما نعرفش دونك ميسيو من خلال هذا الكل شنو تحب تقول للعبيد اللي اتهمت التوانسه بالعنصريه؟ نقول له اتقي الله اتقي الله واحشم واحشم واجي شوف الوضعيه اجي تفرج شنو اللي صاير في تونس اجي تفرج شنو اللي صاير في العباد نتاع تونس خاصه اللي تعرض معناها الموقف كيما تعرضت له انت والله عاد يحكم وحده عاد يحكم على روحه وحده واو اللي عمل انا نتحدث بكل صدق والله على ما اقول شهيد اللي صار فهمني يحكم وحدك على اللي عملوه فيا اجي خلصني انت توا في الفاتوره نتاع الضوء اللي قاعد انا واحد فيها هاي اجي خلصها ترى عليا اني قاعد يعلم بيا كان ربي واحلى قلت لك انا قلت لك انا قلت لك كلمه من لوقت شعفه يا داود لما زلت نعاود ما عادش نعاودها الحكايه غلطه صارت غلطه فهمتي واللي كاري فهمتي العباد كما هكاك فهمتي والحمد لله جاب ربي جانا منقذ راهو اللي خذا القرار عمل حساباته وعمل الاستيماسيون بتاعه فهمتي يعني قال لك سايب لي وانت ميسيون نصور كنت باش تاخذ موقف سواء معناها اللي صار لك هذايا سواء مع الافارقه جنوب الصحراء او حتى مع تونسي ولد بلادك معناها انه باش يخلي لك كري هكا وورقه ضوء وكل شيء يخلي لي كرايا شوف بنتي اذا كان يبدا تونسي النجم نتبعه اما اذا كان بدالي فهمتي من غادي ما نجمش نتبعه عشاك تربط في ذيله وكراسه باش نبقى نتبع فيه يا راهي الدنيا ما عادش نجم تلقى حتى شيء او زايد يخلف عليك ربي فهمتي وكا هو وكان جا تونسي راهو نتبعه بالقانون نجيبه بالقانون حط لي فلوسي